وين ما كنتوا مشاهدينا بدي احييكم عم تتابعوا الحلقة عنا دايما عبر الام تي في، ومثل العادة لا تحضروا اتصالاتكم على 04-444-444. منبلش حلقتنا مع معلومة. بتذكر وزارة الداخلية والبلديات المختارين الفائزين بالانتخابات الاختيارية في المحافظات اللي جرت فيها الانتخابات، وكذلك تلك التي ستجرى فيها انتخابات في الأحدين المقبلين، بأنه عليهم وقبل ممارسة وظيفتهم أن يقسموا اليمين أمام القاضي المنفرد الجزائي بما فيهم المختارين لأعيد انتخابهم لولاية جديدة. أما فيما يتعلق بالمختارين الجدد فعليهم إضافة إلى قسم اليمين مراجعة المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية لتزويدهم بالأختام الحديثة، مع الإشارة إلى أنه يتوجب على كل من المختارين وأعضاء المجالس البلدية الفائزين بالانتخابات تقديم تصريح عن الثروة عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/99، أي الإسراء غير المشروع، بما فيهم المختارين وأعضاء المجالس البلدية الذي أعيد انتخابهم لولاية جديدة. باخد اتصالكم على 04-444-444. باخد أول اتصال. ألو. ألو بونجور. بونجور مدام. معكي مدام، كنت سألت لمدام ربيكا بالنسبة لأوتوستراد الحدد، أوتوستراد ايه؟ الدائر، فحسيت أنه بترد علي جواب بعد ما عرفنا شيء عنه. بأي موضوع أوتوستراد الدائرة؟ نعم، بأي موضوع؟ تبع الحدد، انه على اساس بده يمرق في عقارات، يعني بدنا نشوف. اوكي، بعد ما عندي جواب. بتعرفي هلا نية كله كان انتخابات رح نشوف بالموضوع. اهلا وسهلا فيكي. يعني هلا بتعرفوا خصوصا بجبل لبنان او بالبقاع وبيروت وهرمل، طبعا ليستلموا البلديات بصير فيها نحرك الامور اكثر. كمان اتصال. الو. الو. الو، تفضلي. بدي احكي مع مدام ربيكا. ايه تفضلي تفضلي. مدام ربيكا. نعم. انا عم بحكيكي من الفنار بخصوص المي، قلنا جمعتين ما عم تجي ابدا، يعني لاقول لك للدغري ما اجت يمكن 20 لتر مي مقضيين شراء. بقى شو المشكل وشو مدام كيف عم توصل المي على الفنار؟ الفنار حي الفريد تمرز، نحن صوب مساكن الارمن. اوكي، بس كيف عم توصل على الارض يعني لتحت على اول طابق الاول؟ لا لا، على الارض نحن محولين راسنا على الخزان تحت. خفيفه؟ مثل الشعره. ما عم اقول لك يعني ما عم بتعبي، ما هو 20 لتر مي امبارحه اجت ما عبيت. في رقم عقار، رقم عيار، اشتراك عندك؟ رقم العقار شو هو بديع رقم عقارنا؟ صدقي الحقيقة ما ماني عارفة. لأن دايما السائرين بالمي بيطلبوا مني رقم العقار أو رقم تليفون، بس بفضلوا العقار أو الاشتراك. هي بناية جوزيف هيمو. نعم. بوش بناية سانتا كلارا. أوكي. بعد حتى بنايتنا ما إلها اسم لأنها جديدة. أوكي، خلينا نشوف. أهلا وسهلا فيكي. طيب. كمان اتصال. ألو. ألو. بمؤسسة المي بفضلوا دايما الاتصالات تتعلق بالمي ياخذوا أو رقم العقار أو رقم الاشتراك اللي بيبنوا عليهم، يعني هيك طلبوا مني. وأنا من امبارح عم برجع أذكر كل المشاهدين يلي عندهم شيء بهذا الموضوع يحضروا رقم العقار قبل ما يحكوني حتى ناخذ نوت فيها، هيك بنسهل كثير أمور. وبذكر إنه الاتصالات على 04-444-444. ألو. الو. الو، تفضل. مين؟ مدام ربيكا. نعم. بونجور. بونجور. وحياتك. في عنا عقار على عين مريسه حاطينه اثار، وهو ما في شيء من الاثار يعني احنا بدنا نبيعه، بتعرفي الوضع كثير صعب. نعم. وهو حيهبط حيوقع، مين فينا نراجع بهيك موضوع؟ المديريه العامه للاثار. المديرية العامة للآثار. نعم، تاخذ رقم العقار مثل بلدية او بلدية بيروت يعني. بلدية بيروت كمان لتقدر لتعرف انه. نعم. وبخصوص مدام ربيكا، المي اللي قلت لك بالشيمون انه مدين اساطير وعاملين خزانة، بس ما بعثوا المي. بعد ما حكينا فيها، ما عندي جواب بعد عليها. طيب، اهلا وسهلا فيك. عم بحضرك كل يوم يعني، بستنى. اهلا فيك. انتم بتاخذوا من وين بشيمون المي؟ بيروت؟ نعم.
بتاخذوا من بامياه بيروت بشمو؟ نحن عم ناخذ من واحد بياخذ منا بالشهر 70,000، كان 50,000 صار 70,000. انت عم تاخذ خزان، يعني عم تاخذ انت مي خزان، بس هي البلديه عملت خزان بلديه عملت قساطير بس أوكي. ما عملت بعد المي صار لها سنه. اوكي، بلديه بشمون؟ نعم بلديه بشمون. بلديه بشمون هي. ليك بدي انطر شوي هلا دي لانه صار في بلديات جديده، عرفت؟ يعني هلا ما حدا بيقدر يجاوبني، خلينا ننطر شوي حتى نتابعها. انتوا عندكم نزلوا هن زيتهم يلي رجعوا على البلديه؟ راح الاتصال. الو، يعني هلا البلديات ما فيها تستلم قبل ما طبعا تروح عند القائم مقام او المحافظ حتى يختاروا رئيس ونائب رئيس وتستلم رسميا حتى نقدر اكثر نشتغل مع البلديات. الو بونجور. بونجور مدام. دام ريبيكا. ايه نعم. انا عندي شغله بدي اسالك، عم استفسر شوي. نعم. انا عندي بنتي خلقاني بعلي. اوكي. اوكي. مسجلين نحن فوق رشيا لانه زوجي من المحيط من فوق. اوكي. هلا جينا بدنا نسوي لها جنسيه. نعم. ايه. قالوا لنا بدنا ورقه من المستشفى وبدنا ورقه. نعم. اخراج الايد مسجل فوق رشي الوادي. اوكي. وعلى المستشفى علي مستشفى الايمان. اوكي. اوكي. نعم. ما بيعطونا اياها انه هي غلط غلط بغلط، جينا لنصحح عم يقطفونا، اللي برشي بيقطفونا على علي. مدام مطرح ما خلقت البنت، خلقت بمستشفى الايمان. مزبوط. مفروض مستشفى الامام يعطيك انا معي حبيبي، انا معي شهاده. طيب. بس أوكي. المختار ما كان يقبل. طيب ليش ومزوره يعني القصه؟ لا الله لا يقدر يعني. إيه طيب والبروفيسور غالب، بس انه بتعرفتي كيف، وفوق مامور النفوس محمد القادري قال لا نحن لازم نصلحها عليه. هلا تحت المختار قال لا هي لازم تتصلح من فوق لانه غلطتهم. شو بدنا نعمل نحن؟ عندك رقم؟ عندك شيء تنشوف؟ رقم مين؟ الرقم، الرقم الملف او ايه ايه قد ايه؟ برجع بتصل فيك. ايه حاضري لي الملف تنشوف مع دوائر النفوس. انا ليك كمان بنفس الوقت انا حاطه محامي. نعم. كيف وكلت محامي بس كانه مش عم يقدر يعمل شيء، ما عم يوصل هون نتيجه كمان. لا بدي تعطيني الملف تبعها لنشوف وين هلا نيهو. يعني صارت القضيه فوق وين؟ بلا شيء؟ بلا شيء الوادي. بمعنى مامور النفوس رشيا الوادي. يعني مامور النفوس صارت مع القاضي، القاضي اسمه فارس بنصر. طيب أنا بدي تعطيني الملف، يعني إذا عندك رقم شيء معين. أيوة معاملة. هلا بتصل ببنتي بجيب رقم الملف وبترجع بتحكيني. ألو. ثانكيو. مش بس قضية وحدة، اثنين يعني هديك بالبرازيل كمان وقت اللي سجلناها بتعرفي نحن جايين جديد وما بنعرف، جينا كمان حطوا لنا إياها رشيا، جينا لنجدد لك جنسيتها قالوا لها لا جنسيتك بتخسريها، بدك تصححي القيد، القيد لازم يتصحح. طيب. بدك تدعي على الدولة اللي يظبطوا لك إياها. طيب نحن صراحة نحن جماعة يعني ما مدام قلنا علاقه بشيء. مدام بدك تعطيني الملفين ارقامهم او معاملتها نشوف رح نشوف فيها نعمل. اوكي كلك ذوق مدام ريبيكا. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو. 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 تفضل. يعطيك العافيه. اهلين. عم بحكي معك من طرابلس. ايه اهلا وسهلا. في عندي شكوى مشان مجرور اجت حفرته البلديه له 3 شهور بالضبط. نعم. مجرور يعني النجس، بتشوفي انه الوخم على الطريق وفيت على مدخل البنايه لعنا وعلى الملجا، بننزل لعندهم بنروح جعون. وين باي منطقه بطرابلس؟ اي حي اي شارع اي وين؟ منطقه البقار. البقار لب منطقه البقار بنايه سليم وهبي. اوكي. يعني صرنا كل ما بننزل لتحت بيبعثوا لنا 2 3 بيجوا بيطلعوا علي وبيعملوا حالهم بينزلوا. تنشوف هلا بدهم يشوفوا شو جمعيه تتبنى مجرور، بدهم يشوفوا جمعيه تتبنى شو هالبلديه هيدي. خليني اسال بلديه الاشغال لشوف شو الموضوع، يعني انتم بتعرفوا عندكم انتخابات بعد اسبوعين، خلوني اشوف يعني اذا البلديه هلا ماشي اشغالها مستمره لنشوف شو القضيه. اوكي اهلا وسهلا فيك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا دائما عبر الام تي في، باخذ اتصال جديد. الو مرحبا. اهلا مرحبا. كيف عين؟ الحمد لله. مدام ربيكا. نعم. ليش سميلي نحن عم بحكيك من مشروع الهايبوم بدبي. مشروع دبي. اوكي. مشروع الهايبوم نحن 104 شقة. اوكي. ونحن حد شركة المي هون. نعم.
حتى بالشتاء ما عم تجي المي، بدك اكثر مي بالصيفية مش عم لحق حاسترنات. نحكيهم بقولوا نحكوا مع فلان ومع فلان، هن اللي بيبعطوا مي لهم ما عم تجي لهم مي بالمرة. شو اسم المشروع؟ نعم شو اسم المشروع؟ مشروع اسمه هايكونت. هايكونت ومية واربع شقق. اوكي سميلة اذا بتريدي احكيهم باركي انت بسمعوا منك من طرف لهم ما بعرف لنشوف شو القصة. اوكي ما في قصة شيء، تجي اذا بتجي عم تجي بكل جمعة بتجي نص ساعة بس. غريب. هلا بنشوف شو بجاوبونا. كمان اتصال انقطع الاتصال التاني. انه حاليا عم تنضخ المي مثل ما فهمت بشكل طبيعي، بس اذا في اعطال او خفيفه بدنا نسال. كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجور. والله انا ساكن بالفنار الزعتريه. نعم. صرنا شي 3 سنين ما عندنا مي، على طول ما عندنا مي، وما يعني ما في جمعه ما بنراجعهم، وكل يوم بيوعدونا شيء ولا مره نفذوا الوعد، ولحد هلا ما اجانا مي. اف ولا مره؟ ولا مره اجانا المي. بلكي بالشتاء بيجي شوي مي بس ابدا، بس الصيف الثانية ما بنشوف المي ابدا. هلا حاليا عندكم مي؟ ولا مرة. هلا ما في مي؟ صدقيني ما عندنا مي. بأي بناية؟ بأي بناية؟ نحن بالرقم العقاري 927 فنار الزعترية. اوكي اوكي. كمان اتصال. الو الو بونجور. بونجور. يا علي مدام ريكا. الحمد لله تفضل. معك استاذ صليبة. اهلا استاذ صليبة تفضل. حياتك انا عليك ما من شي سنة 2014 صار معي حادث. نعم. كسرت ايدي واجري يعني. نعم. وعملت عمليات عند الدكتور جان مطر. نعم. عطبني الصراحة. يعني ايدي غلط كوعي لبرا. واجري لوقة هلا. عندي عملية بإجري أربعة أجزاء كمان. شو المطلوب؟ ما بعرف لأنه أنا صراحة سكت عليه على الوزارة. ما بعرف شو بدي أعمل. عندك رقم الشكوى؟ أنا قدمت شكوى. نعم. عندك رقم؟ قدمت شكوى على الوزارة أنا. لما تشكيت أخذت رقم؟ أعطوك رقم؟ ما أخذت؟ لا. وحكيت نقابة الأطباء؟ بس حكيت بوزارة الصحة. وما اشتكيت لنقابة الأطباء؟ إيه؟ لا بس لوزارة الصحة وما بعرف شو بدي أعمل. من أي متى قلت لي؟ الحادث 2014 بس. أوف بدك يكون يعني يا ريت عندي رقم الشكوى على القليلة، تاريخها، شيء تيقدروا يعرفوا بوزارة الصحة. أنا على الجديد ما صار لي كم يوم قدم شكوى صراحة. طيب إذا بدك ترجع تقدم شكوى خذ رقم لأنه تسجلت، رقم تسجيل الشكوى. لأنه من خلاله بنقدر نعرف كيف عم بتابعوها. أوكي؟ أهلا وسهلا فيك. يعني لما واحد بده يقدم شكوى بأي إدارة رسمية أو وزارة مفروض إنه ياخذ رقم تسجيل الشكوى، لأنه من خلال الرقم والتاريخ بنقدر نتابع الموضوع. يعني من 2014 يمكن صعبة إنه نقدر نعرف شيء عن هيدي الشكوى أو مصيرها. كمان اتصال. نقطع الاتصال بعتذر، وبعرف قديش بتكونوا ناطرين يعني حتى تطلعوا على الهواء. بدي اقول كمان انه كثير اجى اتصالات بموضوع المي، مش عم تطلع الطوابق العاليه، كانوا بالعاده تطلع الطوابق العاليه 8 و9 و10، هلا حاليا الضخ بعده هو ذاته، ولكن كميات المي عم تتوزع من هيك ما بتوصل بقى كثير على الطوابق العالية، مفروض يكون في خزانات. هلأ في كتار من الناس حكيوني أنه المالكين ما بيقبلوا يحطوا خزان ماء يعني مطر حتى يسحبوا الماء، يا بدوا يتوجهوا للماء يا للبلدية لشوف شو بدنا نعمل. كمان اتصال. ألو. ألو. تفضل. موجوة. تفضل. معي كيلي أربان عم بحكيك من الفنار. أهلا أستاذ إلي. بس أنا عندي ملاحظة بدي أقولها، كان في مطرح عم بيكبوا زبالة حوالي يعني بالمنطقة هونيك تحت المدارس، صارت أزمة الزبالة تحت المدارس 100%. هلا اللي صار إنه نظفوها للبارتي كلها سوا هو قبل مشروع تلال الفنار، بس اللي عم بيصير هلا إنه الكاميونات أو بالأحرى البيكابات اللي بيلموا زبالة من البنايات
بعدهم عم بيجوا ويكبوا زبالة، عم بتصير العملية بالليل يعني بس ما يكون في حدا. اف ناطرين هلا نية. عم نلاقي كل شيء في زبالة يرجعوا موجودين، مع انه رجعوا سكين حطوا الكونتينرات اللي بيكبوا فيهم الزبالة. هلا نية لأنه مستغلين الظرف، ما في بلدية، انتخبت بلدية جديدة وتستلم مهامها رسميا، وهيدي صايرة وين ما كان للأسف. بقى ما بعرف إذا فيك تساعدينا بالموضوع لأنه ما بدنا نرجع تتكدس للزبالة. أكل حل العمل البلدي مش مفروض، عمل البلدي مش مفروض إنه يوقف، بتصور مش مفروض يوقف اطلاقا. مزبوط. وفي شغله ثانيه بس كمان، نحن صرنا سنتين قاعدين بالبنيه عم نجرب نقدم على خط تليفون ثابت، ننزل على اجره تنقدم معامل بيقولوا لنا ما في بواتات 100%. عم بيوسعوا هلا اني سنترالات تباعا، ان شاء الله يكون دوركم قريبا. انتم جديده بتاخذوا من جديده؟ مزبوط، من سنترال جديده. ان شاء الله يتوسع السنترال بكل السنترال، تقدروا تاخذوا كمان دي اس ال. اهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو الو بونجور. اهلا بونجور مدام ريبيكا. نعم. انا حكيتك من شوي، طلبتي مني رقم الملف. ايه تفضلي. اوكي. باسم ايناس محمود حبيبي. ايناس محمود. اوكي. 308 على 2015. 308 على 2015. هي خلقاني بالبرازيل بس نحن مسجلين رشايا، كيف مسجلينها ما بعرف، زوجي ما بيعرف هالشغلات، وكانت بتفوت مدرسة سجلوها انه مواليد رشية الوادي وهي ما لها علاقه برشية ولا شيء. اوكي. هلا الثاني خلقاني بعليه كمان. أوكي. نفس القصه، رقم 307 على 2015 الملف. اوكي. باسم نعم الاسم. اسم مين؟ اماني محمود. اماني. اوكي. ومدام ريبيكا اثنيناتهم هيديكي معنا شهاده ولاده من البرازيل رسميه. اوكي. والثاني معنا شهاده ولاده من علي كمان رسميه. اوكي. وهلا مستلم القضية انه فوق القاضي فارس بنصار. اوكي. ومحمد القادري اللي شو بسموه؟ مأمور النفوس. ايه. سويا. اوكي. خلينا نشوف شو فينا نعمل. الو. الو مرحبا. اهلا مرحبا. مدام ريبيكا. نعم. مرحبا، معك عبد الله يزبك من بلد كفر حبو من الشمال. اهلا يا استاذ عبد الله، تفضل. وحياتك، في عندي شكوى كثير، يعني كثير أليمة هالشكوى، كثير كثير صعبة. لايك أنا عايش بفنزويلا. نعم. وخي عايش بأستراليا. نعم. وأمي هون عايشة وحدة بالبيت، نحن ببلد كفر حبو بساحة الضنية. أوكي. في عندنا مقلع كسروت حد بيتنا. أوكي. يعني جريمة إذا بقول لك، يعني قد ما أقول لك قليل. اوكي، عم نروح نيجي على طول، نحن كل سنتين ثلاثه وبنحكي معهم بالمنيح وهيك معي زبط، كل منهم عم يحفروا يعني بعيد عن البيت، بقول لك 50 متر يا مدام ريبيكا وحياتك اقل. انتوا لمين اشتكيتوا استاذ؟ لايك اذا بتقول لك صراحه ما اشتكينا لحدا، بيقولوا بتسمع العالم بيقولوا مدعومين. طيب من مين مدعومين؟ عرفت كيف؟ طيب مدعومين بتوقفي فوق على الحرف، يعني ما بتسترجي تقرب، بتطلعي على الكساره اللي تحت، يعني بعيد عن البيت 50 متر، بتطلعي على ارض الكساره، الكاميون بتشوفيه قد اصبعك. لمين هو؟ لمين الكساره؟ هي الكساره هون، هي بقرودك فرحبو، هي لناس مبتفيس اسمه جورج فيريس. هلا بيقولوا مدعومين، ما بعرف من العميد ايوبي، ما بعرف من مين، واللي بياخذ منهم مصاري. عرفت كيف؟ خلينا نشوف نحن مع المحافظ شو بيقدروا يعملوا. يرضى عليك. اهلا وسهلا فيك. بقول لك صراحة انا الام تي في عندي فيها كل الثقه وحياتك، يعني كل الاحترام، لانه نحن عايشين بفنزويلا وبشوف الاخبار الام تي في على طول، وبشوف يعني الفساد. اوقات مفكر الام تي في ما راح تقدر على الفساد، بس يكتر خيركم. اهلا وسهلا. يكتر خيركم. اهلا وسهلا. يا ريت الدوله تكون مثل الام تي في. اهلا وسهلا فيك، شكرا لك. صوره اليوم بنشوفها سوا. تم ضبط شحنة فيها نفايات تابعة لشركة NTCC. هالشركة متعددة الوظائف، من بينها جمع النفايات ونقلها لمكبات شرعية، ومصرح بها عم بتفرغ حمولتها بمستوعبات سكلين بمحطة المدور جانب مبنى زهر مراد وشركة حصري. بعد سؤال العامل اللي عم بيقوم بتفريغ الحمولة، يعني همه كان دغري يمشي ويفل، يعني مطلوب طبعا انه شاحنه عم تجي ترمي بمنطقه مفروض ايقافها. بعطيكم موعد التنين، وبدي اتمنى انه كل الانتخابات البلديه والاختياريه والفرعيه كمان النيابيه في جزين وفي الجنوب انها تمر على خير، وان شاء الله المقترعين يصوتوا دائما للوائح الانماء
وبعطيكم موعد التنين. إلى اللقاء.